طب هاني، انا عايزك يعني تقول لي انت كنت داخل في دماغك ايه؟ عايز يعني بتجرب وخلاص، ولا داخل في دماغك ان انت عايز تغني وعايز تكمل؟ في الاول داخل تمثيل قوي قوي، بحبه، حتى الفيديو كليبس فيها نوعا ما من التمثيل بس مش قوي من دون الكلام طبعا. فدخلت وكل استاذ بقى في الاكاديمي حببني في اللي بيدرسه، يعني حتى الرقص نفسه حبيته جدا. احنا كلنا بنرقص مع بعض، بنروح ديسكوتاكس مع بعض، بنرقص مع اصحابنا، بس انك ترقص مع ناس، مع فرقه، في سينكرونايزيشن، ما ينفعش تسبق حد او تاخر حد معاك، صعبه صعبه فوق ما تخيلت. بس كنت بحبه يعني، ويمكن تميزت اني جمعت بين في الاكاديمي، جمعت بين كله. بس انت في البدايه كنت داخل عينك على ايه؟ هو على التمثيل. الحمد لله دي اكتر عروض جات لي. لا بس حبيت كله، يعني مش عايز اقول لك اني حبيت التمثيل اكتر من الغناء او الغناء اكتر، حبيت كله ونفسي اعمل كله. وثاني تالي الفنان الشامل هو اللي بيعرف يجمع بين كله، ما يبقاش يعني كل الناس دلوقتي بتمثل وبتغني وبترقص كل مع بعض. على الاقل يبقى عندك فكره. بعدين كله على فكره ده اللي اتعلمته في الاكاديمي، حاجه الوحيده اللي خرجت منها وتعلمتها، انه كله متصل ببعض. ما ينفعش تقف على المسرح وانت بتغني اغنيه مثلا مفيش اكسبريشن هنا، لازم تعمل حساب الناس اللي بتشوفك في التلفزيون، الكاميرا في وشك، يعني الناس اللي على الستيج مش شايفين وشك ولا تعبيرات وشك ولا تعبيرات وشك، بتوصلي بصوتك باحساسك، لكن على التي في شايفين وشك. ما ينفعش اغنيه حزن تنبسط لهم، فلازم كله مع بعض، لازم برضو حركة جسمك، ما ينفعش تبقى واقف كده او كده او متنشن، او تتحرك لازم في بادي لانجوج. فكله في رقص وتمثيل وغنى، ما هو ستار اكاديمي بيعملوا كده، بيطلعوا انترتينر في الاخر، هو يطلع المسرح تحس فيه واو، في هيعمل حاجه، عارف ازاي؟ وده اللي خدته من الاكاديمي، وده مهم جدا. هاني يعني اول ما دخلت التست ورقصت وغنيت وعملت كل ده قصاد توني، لما طلعت من الاوضه بتاعته حسيت بايه؟ حسيت ان انت ممكن حسيت اني راضي قوي. ما دام طولت كده دايما بتحسي كل اللي كان بيخشوا 5 دقايق ويطلعوا، قلت ما دام دول كده انا هخش اكيد زنيتين وهطلع. فلقيت طولت وطول طول طول، فضل يسالني حاجات، طب غني كمان وغني اكتر، مثل كمان. حسيت في ايه؟ حسيت يمكن يمكن لا، بس سكتوا بعديها شهرين. فانا طنشت خالص واشتغلت بعد كده في شركه تانية وعادي، يعني لحد ما جات لي المكالمه ان انا اتقبلت للكاستنج الثاني في لبنان. بعد كده الكاستنج الثالث، بعد كده اتصفينا ودخلنا. ده كان حوار. طيب حوار الاحساس وقت الكاستنج الاخير لما بيقولوا على المايك الاسامي الناس اللي اتقبلت جوه، مش عايز اقول لك قلبي ده كان هنا قاعدين، وكان في معانا بنات واولاد كويسين جدا، وقالوا اسامي 4 ولاد وكان فاضل شخص واحد. قلت اكيد هتبقى دي بنت، قلت اكيد استحاله تكون واحد كمان. جم في اخر لحظه قالوا اسمي انا، قلت الله ايه ده، في حاجه. وماما طول الوقت ده مش عارفه ان انا بغني ولا بعمل اي حاجه، ولا عمري غنيت في البيت قدامهم. فرجعت البيت قلت الله ايه ده، في حاجه. وماما طول الوقت ده مش عارفه ان انا بغني ولا بعمل اي حاجه، ولا عمري غنيت في البيت قدامهم. فرجعت البيت قالت لي اتقبلت برده في تاني كاستنج؟ قلت لها قالت لي انت بتروح بتعمل ايه بالظبط؟ انت بتعمل ايه؟ قلت لها ولا اي حاجه. قالت لي اكيد بتعمل حاجه انا مش فاهماها. قلت لها لا عادي بغني يا ماما، بمثل، بعمل كل حاجه. قالت لي انا مش فاهمه. قلت لها هتبقي تعرفي. بعد كده اتصفيت للتالت كاستنج، سافرت، دي كانت اخر مرحله. قالوا لنا هتجيبوا شنطتكم شتوي وصيفي وهتقعدوا اسبوع في لبنان، يا هتتوفقوا وتخشوا الاكاديمي يا اما ترجعوا تاني. قلت بقى ايه المصيبه دي، ده انا يعني الشغل ولسه داخل. فخدت بالظبط 7 ايام اوف. قالوا لي لو على تامن يوم ما جيتش يبقى انت كده يور فايرد. قلت خلاص، هو 7 ايام والجمعه البرايم، 7 ايام حلوين قوي. 7 ايام جت على 8 يوم واتضربت لبنان، كان حصل فيها زي مشاكل بس كانت بعيده عننا. فديت قالوا هنأجل برايم الاسبوع بعده. قلت لا اكيد مش ده مش بيحصل. قلت بص يا ماما انا هقعد اسبوعين كمان، قولي خدي اسحبي ورقي من الشغل عشان ما يبقاش منظري برده فاير دي، ما استقال احسن من وسمعتي انا في الشغل بقى. لا وشكلك وحش وانت مطرود من شركه اساسا فلست، يعني عيب. لا دي بقى دي الثانيه، دي حاجه ثانيه. انا بعد ما فلست انا دخلت بعد كده قبل ما جالي العرض سواء كان، اشتغلت في شركه ثانيه بعد كده، كملت حياتي عادي جدا يعني. ف وساعتها بقى اتاجلت برايمين وجيت على اخر اسبوعين واتقابلت، قالوا لنا كل واحد فيهم. عايز اقول لك انا كنت منهار، يعني كان بيطلعوك على شاشه كده يقول لك كذا كذا كذا، اقرا بقى اللي انت المكتوب لك، ويا اما يا اما لا. لو تبي احلى